أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها مسجدات التقدم العسكري لقوات الجيش والمقاومة في البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء. تقدم جديد تحرزه المقاومة الشعبية والجيش الوطني في فرضة نهم بعد أيام من المعارك التي تكتسب أهمية استراتيجية بالنظر إلى الموقع الجغرافي المهم بالنسبة للعاصمة صنعاء، المركز الإداري والمالي للميليشيا. وتمكنت المقاومة وقوات الجيش من إحكام سيطرتها على معسكر الفرضة، أحد المعسكرات الموالية للمخلوع والذي يمثل خط الدفاع الأول عن العاصمة. لمناقشة تفاصيل هذا التقدم العسكري وأهميته بالنسبة للمقاومة والجيش الوطني وتأثير ذلك على القرار الاستراتيجي المتعلق بمعركة صنعاء، ينضم إلينا من نهم الناطق باسم مجلس المقاومة الشعبية هناك الأستاذ عبد الله الشندقي، ومن لندن المحلل السياسي دكتور محمد جميح. لكن قبل أن نبدأ نذهب لمتابعة هذا التقرير مشاهدينا، ثم نعود لبدء بالنقاش. أخيرا الفرضة كاملة خارج حدود سلطات الميليشيا بعد معارك عنيفة استمرت لأيام. تمكنت قوات المقاومة والجيش الوطني من اقتحام معسكر فرضة نهم الاستراتيجي، وصار الموقع بكامله ضمن خارطة الشرعية. يأتي سقوط المعسكر بعد ساعات من سيطرة الجيش والمقاومة على قمة جبل سحر وعدد من المواقع المطلة على معسكر الفرضة، عقب مواجهات أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا التي كانت لا تزال في الموقع، بينهم 4 قناصين بحسب مصادر في المقاومة. السيطرة على معسكر اللواء 312 في الفرضة تمت بعد ساعات من المواجهات العنيفة داخل أسواره، سقط فيها 9 شهداء من المقاومة والجيش والعشرات من عناصر الميليشيا قبل السيطرة على المعسكر بشكل كامل. سقوط معسكر الفرضة كان تحصيل حاصل، خصوصا بعد ان تجاوزته قوات الشرعية وصارت في مواقع متقدمة عليه بعد تعذر اقتحامه سابقا بسبب الكمية الكبيرة من الألغام التي زرعتها الميليشيا على أبوابه. معسكر الفرضة آخر نقطة في السلسلة الجبلية على البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، وهو ما يجعل الطريق سالكا أمام وحدات الجيش والمقاومة، وبما يسمح بمرور تعزيزاتهما إلى المنطقة ليتمكن من إطباق الخناق على ما تبقى من مواقع الميليشيا في نهم. عقبة أخرى أزيلت من طريق الشرعية إلى العاصمة، حتى وإن كانت قوات الشرعية قد تجاوزتها فعليا في وقت سابق، إلا أن السيطرة على معسكر الفرضة تعجل كل المواعيد السابقة المضروبة مع صنعاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن من مأرب رئيس هيئة أركان الجيش اللواء محمد علي المقدشي. مساء الخير سيادة اللواء. سيادة اللواء مساء الخير. مساء الخير يا سيادة اللواء، لنبدأ من التقدم الجديد الذي أحرزته المقاومة وقوات الجيش في نهم، ما أهمية هذا التقدم بالنسبة لمعركة صنعاء؟ طبعا التقدم لها اثر كبير جدا، واصبحت القوات على مرمى قريب من صنعاء جدا وتقدمت كثير، وهي مش من قبل اليوم، كانت من قبل فتره بس كان المعسكر باقي في الناصر حتى سيطروا الشباب اليوم القوات المسلحه طيب يعني هناك من يقول ان التقدم الجاري مجرد تقدم مرحلي، قد يحدث تراجع كما حدث في وقت سابق، وأن هذا التقدم لا يمكن البناء عليه، كيف تردون أو كيف رأيك بهذا وهذه المقولة؟ أقصد أن هناك الكثير من يقولون أن هذا التقدم جاء بشكل مرحلي، سيحدث تراجع يعني لربما حدث سابقا مثله، وهذا التقدم لا يمكن البناء عليه، كيف ردكم بخصوص هذه المقولة أو هذا الرأي؟ والله يا أخي التقدم بإتحال أمر خطط محكمة أو دقيقة نفسنا من قبلنا بلوك الخوري قوات التحالف وكلها تنشي دعوانا وتوجيه الجيل السياسي. طيب في ظل هذا التقدم تفضل سيادة اللواء، يعني في ظل هذا التقدم لا تزال هناك جيوب في مأرب والجوف أيضا، ما مدى تأثير هذه الجيوب على مكاسب الجيش والمقاومة على مشارف صنعاء؟ ليس لها تأثير مطلقا، هي جيوب صغيرة جدا وفي طريق القضاء عليها قريب إن شاء الله، وليس لها أي تأثير.
حدثت في أكثر من مرة سيادة اللواء أن قوات الجيش الوطني تقدمت في مناطق ثم شغلت كثيرا بهذه الجيوب، هل هي حقا يعني شأنها بسيط سيكون سهلا أم أنها تشكل خطرا فعليا على ظهر الجيش الوطني؟ والله يا أخي لم تشكر الجيش الوطني المقاومة في هذا الشيء نهائيا، وإنما لها قوة عالية. وهو بصدد أثناء لو كانت بالخط وراها القضاء عليها في أقرب فرصة ممكنة، ولكن لا تمثل الذي يروج لها أنشر هذه القليلة جدا وش مناطق جبلية، والتعامل يعني هذا عمل إن شاء الله ويكون القضاء عليهم قريبا جدا. إذا ما تحدثنا سيادة اللواء عن الجبهة الأخرى، هناك ميدي، هناك الشريط الساحلي الغربي، هناك أيضا استنزاف للميليشيا في تعز، هل تأتي هذه يعني الصورة تجسيد لخطة عسكرية تحكم الخناق على الميليشيا بالتزامن مع الدخول إلى صنعاء؟ والله حقيقة الأمر القوات المسلحة في التنسيق مع قوات التحالف والمقاومة كلها تعمل بخطط محكمة ودقيقة، وكل شيء في أوان إن شاء الله. طبعا نحن نعيش في إطار واحد في توقيع القائد الأعلى لقوات المسلحة بالتنسيق مع قوات التحالف، وإن شاء الله تجيكم الأخبار السارة قريبا إن شاء الله من كل الجبهات. طيب سيادة اللواء، إذا ما تحدثنا عن طبيعة وحجم القوات التي ستشارك في عملية استعادة العاصمة صنعاء، هل لك أن تعطينا يعني نبذة عن حجم هذه القوات، يعني سواء قوات التحالف أو قوات الجيش الوطني المشاركة في المعركة؟ والله القوات كلها بالنسبة لحالية بناء جوية وكذا، لكن كلها قوات يمنية على الأرض. طبعا صنعاء بالذات تخضع القرار السياسي من حكومة الأخ الرئيس وكذلك من قوات التحالف. احنا على الأرض منفذين خطط نرجعين خطط نفذها مباشرة. فأنا أقول لك أن بالنسبة لها هي كلمة، لكن سينتظروا أي قرار سياسي من قيادة القوات المسلحة. سيادة اللواء، يعني هناك مخاوف كثيرة من معركة صنعاء، هناك من يتحدث عن أن هذه المعركة قد تسبب خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، خاصة إذا كانت يعني هناك معارك ستحصل، يعني هل تجهزون لخطة عسكرية محكمة تتجنب الكثير من التكلفة البشرية؟ والله يا اخي احنا واضحين خططنا لهذه الامور، واحنا حريصين على المدنيين وعلى الشعب اليمني اكثر، لكن الطرف الاخر ليس حريص عليه. والدليل على ذلك الانهاء الكمد يقوم بها هم هذا القوات الانقلاب الحوثي المصالح، يعني مستخسرين الدم اليمني وليس الدم اليمني من دون اي قيمه. بالنسبه لنا احنا واضحين خططنا برامجنا بحيث لا ناثر على شيء ان شاء الله، ونفسكم عندكم أخبار سارة بحيث لم تأثر على المدينة، ونطالب إحنا كذلك أخواننا في القبائل المحيطة بصنعاء أن يتعاونوا مع القوات الشرعية وأن لا يركنوا على التضليل الإعلامي وعلى الكذب، وأن يكونوا عونا للشرعية ويعرفوا أن الإنقلابيين الذين يجون من الخراب والدمار اليمن أن يحسوا بخير في يوم واحد أن هذا الإنقلابيين كان لهم خير. يعني عادوا اليمن إلى القرون الوسطى، عطلوا مدارسها، كهرباءها، كل ما علم ان حاجه انهوها تماما. ياخذ السلاح وخزنوا في مدارسهم، ياخذ السلاح في مدارس صنعاء يخزنوا في اي مكان، لا يدخلوا السلاح في كل الاماكن الذي محرم حتى فيها انه يقرب منها بالبندق الاليه، ما بالك يقرب فيها دبابه ولا سلاح او يخزن فيها اسلحه. وهذا باب الحوثيين بالحروب القديمه 2004 لحد الان، وهم دائما المدارس والمستشفيات هي اعدائهم بالدرجه الاولى. طيب يعني اذا ما عدنا الى نهم تحديدا وبسؤال اخير سياده اللواء، ما هي الاهميه الاستراتيجيه لهذه المنطقه حتى يعني تشكل معركتها كل هذا الزخم الكبير الذي صاحبها؟ سيكون سند للشرعيه والاخوان وابطال القوات المسلحه أن جزء منا إلا من تلطخ في دماء اليمنيين من قادة وبعض الناس المعروفين، ومعروف المدينة تماما.
أشكرك شكرا جزيلا رئيس هيئة أركان الجيش اليمني اللواء محمد علي المقدشي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الناطق باسم مجلس المقاومة في محافظة صنعاء الأستاذ عبد الله الشندقي. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء الخير أخي العزيز. أستاذ عبد الله، نريد أن تشرح لنا الوضع الميداني في فرضة نهم، كيف يبدو الآن؟ الوضع الميداني في فرضة نهم بعد السيطرة على سلسلة جبال فرضة نهم الأسبوع الماضي وهذا خلال هذا الأسبوع الذي يعني منصرم، تم السيطرة على جبال نهم، وفي يعني ساعات الصباح الأولى تقدم أفراد وضباط الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ليحرروا جبل تحر المطل على المعسكر من الناحية الجنوبية، وأيضا جبل المحولات المطل على المعسكر من الناحية الشمالية. وفق تحرير الجبلين المطلين على المعسكر تقدمت قوات الشرعية لتسيطر على المعسكر سيطرة كاملة، والاستيلاء على ما بداخل المعسكر من آليات وأسلحة مما تبقى، وأيضا أسر يعني مجموعة من المحاربين من الميليشيات، وتمت السيطرة على أيضا ما تبقى من بعض الغنائم. وخلال هذه المعركة يعني استشهد أحد أفراد الشرعية وجرح 5 آخرون، وبالتالي تقدمت المقاومة والجيش الوطني نحو منطقة مسورة، وهي الآن يعني على مشارف منطقة مسورة قد سيطرت عليها بالكامل، والاشتباكات الآن في بداية محلي بين القوات الشرعية المتمثلة في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وأيضا من طرف آخر ميليشيات الحوثي وعصابات صالح. طيب هل لك أن تشرح لنا أكثر عن حصيلة المواجهات، كم سقط من قتلى من سواء من حوثيين أو من شهداء من المقاومة، وكذلك يعني بالنسبة للآليات العسكرية التي يعني سيطرتم عليها أو أخذتموها بعد سيطرتكم على المعسكر، ما هي ما نوعيتها؟ طبعا خلال السيطرة على المعسكر كما ذكرت لك يعني شهيد من جانب القوات الشرعية شهيد و5 جرحى، ومن يعني جانب الميليشيات عشرات القتلى وأيضا عشرات الجرحى وأيضا عشرات يعني المختطفين، قد يصل القصدي الأسرى الذي تم أخذهم من داخل المعسكر يعني يصلوا إلى ما يقارب 16 إلى 20، المهم عشرات الأسرى، ويعني أيضا القتلى جثثهم إلى الآن متناثرة في أطراف المعسكر وداخله. تم اغتنام يعني عدة أطقم عسكرية ويعني مدافع ذاتية الحركة وهوزر وبعض السلاح المتوسط والخفيف وأيضا بعض الذخائر، هذا ما تم أخذه خلال اليوم من خلال السيطرة واستعادة معسكر الفرضة وما حوله من جبال السحر وأيضا جبل المحولة. تفضل بالبقاء معي أستاذ عبد الله الشندقي. ينضم إلينا الآن المحلل السياسي دكتور محمد جميح، مرحبا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. من الواضح أن الظروف تتهيأ للتحرك بشكل أقوى تجاه صنعاء، أنت كيف تتابع إعلام الحوثيين وصالح وما هي ردود فعلهم تجاه هذا التقدم؟ طبعا كان متوقعا أن يتحركوا مع المستوى الإعلامي، لأنه عندما يتحرك الميدان بالسلب لجهة معينة فإن الإعلام يتحرك بالإيجاب لهذه الجهة. الحوثيون خلال الأيام الماضية منذ أن بدأت قوات الشرعية تضع أقدامها في مديرية نهم في محافظة صنعاء بدأت آلتهم الإعلامية تعمل على عدة خطوط. الخط الأول تضخيم الانتصارات العسكرية التي يحققها الحوثيون بين قوسين طبعا على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وقد استخدمت قناة المسيرة عدة وسائل وتقنيات محددة لعمليات الدبلجة والفوتوشوب من أجل إيهام المستمع بأن الحوثيين يحتلون منطقة الربوع التي يعني احتلوها بين قوسين طبعا قبل أيام، ولم يستطع الجيش السعودي حسب القناة تحرير هذه المنطقة التي لا تزال حتى الآن محتلة.
طبعا الخبر كله ياتي ضمن الحرب النفسيه والدعايه الاعلاميه التي يتوخى من خلالها الحوثيون التغطيه على الهزائم العسكريه التي لحقت بهم خلال الايام الماضيه في نهم وفي غيرها. هناك ايضا نوع من الفبركات الاعلاميه التي اشتغلت عليها مصابيخهم والتي ارادوا من خلالها ان يسيئوا لمعسكر الشرعيه. والامس احدى القنوات المرتبطه بايران فبركت خبرا عن ان الرئيس هادي قد باع جزيره سقطرى اليمنيه لدوله الامارات العربيه المتحده، واشتغلت المواقع الاخباريه وصفحات الفيسبوك وتويتر على هذا الخبر الزائف والمزيف اصلا الذي ليس له اساس من الصحه، والذي اتى من قناه مرتبطه بايران وهي قناه مغموره. وقد اخرج الخبر الذي اخرجه بشكل جيد واختار له قناه الاتحاد، وتوحي هذه القناه بانها قناه مرتبطه بالامارات العربيه المتحده اسوه بصحيفه الاتحاد وطيران الاتحاد وما الى ذلك، لكنها قناه ايرانيه. واشتغلت وسائل الاعلام المحليه للحوثيين ولصالح على هذا الخبر، وهو اصلا خبر زائف من اجل الهاء الناس عن التطورات العسكريه الحاصله في شرق وشرق صنعاء. تحاول طبعا الحوثيون من خلال الخطاب الاعلامي العاطفي ان يقللوا من الخسائر، لجأوا كذلك كما لجأوا الى الاعلام، لجأوا الى الجانب الديني، لجأوا كذلك الى جانب الاغراءات الماديه لاغراء عدد اكبر من المجندين الذين بداوا يتركون صفوف الميليشيات للعوده الى معسكراتهم، وكذلك ليسدوا العجز الحاصل عندما ذهبت مجاميع من الحرس الجمهوري الى البيت، وضباط كبار ايضا من الحرس الجمهوري تركوا وحداتهم العسكريه واثروا في نهايه المطاف السلامه واثروا ايضا الحياد وان جاء متاخرا. لكن بالمجمل بالمحصله النهائيه الحوثيون يشعرون بانهم يختنقون شيئا فشيئا في العاصمه، واعتقد انهم بتجاوز المقاومه لمنطقه مسوره باتجاه صنعاء فانها ستكون قد اقتربت كثيرا من مفرق ارحب، واذا ما وصلت المقاومه الى مفرق ارحب فان مقاومه نهم سوف تلتحم بارحب، وارحب كما هو معروف فيها حاضنه اجتماعيه كبيره وشعبيه قويه للمقاومه، وسوف سيكون وضع الحوثيين بلا شك صعبا من جهه الشمال، وستبدا اولى حلقات الحصار بتصوري على مواقعهم في صنعاء من الشمال. نعم. والشمال طيب. الشرقي. سنعود الى هذه النقطه دكتور، اسمح لي ان اعود الى الاستاذ عبد الله الشندقي. استاذ عبد الله، يعني انتم سيطرتم على المعسكر، الحوثيون كانوا هناك في المنطقه، يعني هل من قوات للحوثيين فرت للمناطق المجاوره، وان فرت الى اين؟ طبعا بعد السيطرة على المعسكر تم فرار بعض الأفراد من الجهة الغربية إلى منطقة مسورة، وبالتالي تم مطاردة الفلول يعني بعد السيطرة على المعسكر، ويعني تم دحر هذه الميليشيات سواء التي فرت من داخل معسكر فرضتهم أو من داخل الجبلين المطلين على المعسكر، وأيضا من كان في داخل منطقة مسورة، وتم التعامل معهم في حينه الى الان الى يعني قبل مغيب الشمس تقريبا ساعه تم السيطره على منطقه مسوره. الان الاشتباكات تدور داخل منطقه محلي، يعني الميليشيات في انهيار يعني ملحوظ خلال الاسبوع المنصرم بعد السيطره على مرتفعات البرضه، وايضا السيطره على اليوم على المعسكر وما تبقى منها، وايضا السيطره على منطقه مسوره. هنالك فرار يعني الان الميليشيات والعصابه وصالح والحوثي يحاولون يعني شراء بعض الوجاهات الاجتماعيه في بعض المناطق لان تدفع بجنود جدد ليتم يعني استهلاكهم داخل هذه المناطق، لكن كثير من المغرر بهم اما انه بدات تتضح له الرؤيه والصوره بانه يدافع عن لا شيء وبانه يعني منكسر ومنهزم، وبالتالي بداوا يراجعوا انفسهم، او ان القرب من صنعاء وبدايه السيطره على صنعاء جعل الكثيرين يتراجعون الغري وايضا يسلمون الكثير. طيب من بالنسبه لكم استاذ عبد الله، ضباط وحرس ضباط الحرس والجنود ايضا
ينضمون الى الشرعيه. نعم. بالنسبه لكم استاذ عبد الله، ما هي المناطق التاليه بالنسبه لتحرككم على الارض؟ طبعا اخي العزيز، بعد السيطره على الفرضه التي تعد البوابه الشرقيه، المحور هذا يعني يمشي باتجاه الخط الدولي الذي هو مأرب صنعاء، ويعني وجهتنا التالية هي محلي والمناطق التي تليها وصولا إلى نقيل بن غيلان. فور الوصول إلى نقيل بن غيلان ستكون هنالك أهداف قد كشفت ل يعني مرمى نيران الشرعية، ونأمل أن تتحرك أيضا الجبهات الأخرى سواء من جهة الشرق. طيب يعني بسؤال أخير أستاذ عبد الله، وفي هذه النقطة تحديدا، نعم، الجوف وتحرك، هل هناك تنسيق معكم ومع هل هناك تنسيق معكم ومع القبائل في مناطق مجاورة لنهم مثل أرحب كما طرح الدكتور جميح قبل قليل، هل هناك تنسيق بين المقاومة هنا وهناك بعجالة إذا سمحت؟ طبعا أخي العزيز، ما كان من مقاومة أرحب، مقاومة أرحب انضمت إلى صفوف المقاومة في داخل محافظة مأرب، وكان لهم الدور البارز مع غيرهم من قبائل محافظة صنعاء وقبائل الجمهورية أيضا داخل محافظة مأرب، وبالتالي اليوم يعني يبرز دورهم مع نيم وغيرها من القبائل الأخرى، الحيبتين وبني مطر وهمدان وخولان وغيرها داخل أرض المعركة، وبالتالي مقاومة أرحب هي جزء من مقاومة صنعاء، جزء من مقاومة الفقرية، هي جزء من مقاومة صنعاء في هذا المسار الذي هو مسار نهر. أشكرك. وبالتالي قد لا تكون لنا حاجة في أن نحرك على يعني أرحب، ربما يعني نمشي على الطريق الأسفلتي الذي هو الآن مسورة ومحلي والمناطق التي تليها، ثم نقيل بن غيلان، ثم الدخول إلى بني حشيش، وبالتالي وصولك إلى أمانة العاصمة التي هي صنعاء. أشكرك شكرا جزيلا. أنا أناطق باسم مجلس المقاومة بصنعاء الأستاذ عبد الله الشدقي، كنت معنا عبر الهاتف. أعود إلى دكتور محمد جميح. دكتور، يعني نريد أن نفهم دور القبائل في هذا التقدم برأيك. يعني هناك حزام قبلي معروف على صنعاء، من يلعب عليه بالعادة هو من ينجح بالسيطرة على صنعاء. ما هو الدور الذي لعبته القبائل في التنسيق مع المقاومة وقوات الجيش الوطني؟ طبعا يعني لكي تدخل صنعاء او لكي تسقط صنعاء، فاعتقد انه لابد ان يكون هناك تنسيق مع قبائل حزام صنعاء، سواء كان الحزام الشرقي او الحزام الشمالي او حتى الحزام الغربي في همدان. هذه القبائل المحيطه بصنعاء هي جيرت ظلما على الحوثيين صراحه، لكنها كما هو معروف القبيلة مؤسسة اجتماعية ربما تكون أقرب إلى الحس البراغماتي، لا تدخل في مواجهة مباشرة مع الدولة ومع السلطة الحاكمة. عندما أصبح الحوثيون في صنعاء سلطة حاكمة، اضطرت هذه القبائل للتعامل مع هذه السلطة، سلطة الأمر الواقع، ولم تريد أن تدخل في خسائر معينة ربما لا تحسن لصالح القبائل. لكن الآن الأوضاع مختلفة، المقاومة في نهم وتقترب كثيرا من حدود المنطقة التي يمكن أن تكون فيها بعض الحواضن للحوثيين، وهي منطقة بني حشيش. ولكن على الجانب الأيمن من طريق صنعاء مأرب وأنت في اتجاه صنعاء، هناك أرحب وهي مديرية كبيرة وهي حاضنة اجتماعية وشعبية للمقاومة، وبني الحارث كذلك، وبالامتياز مع خولاء مع همدان على الجهة الغربية. هذه القبائل هي التي يسرت أو هي التي غضت الطرف أو سمحت للحوثيين للوصول إلى عمران ومن ثم إلى صنعاء، لأن الحوثيين في حينها تعاملوا معها بشكل أو بآخر، ولأن القيادة الشرعية في حينها لم تكن على مستوى عال من القوة بحيث تضمن هذه القبائل أنها لو دافعت عن العاصمة فإنها سوف تكون في حماية الدولة، لكن لأن الدولة بالأصل لم تكن بيد الشرعية وإنما كانت بيد الدولة العميقة، استعملت القبائل المحيطة بصنعاء حسها الذكي للتعامل مع سلطة الأمر الواقع، ويسرت الأمر إلى أن دخل صنعاء. الوضع الآن مختلف، وأنا أعتقد أن صنعاء في الغالبية لا تقاتل، صنعاء كمدينة لا تقاتل على مر تاريخها، وإنما تسلم للأقوى، للسلطة القوية التي تأتي عادة وغالبا من خارجها. وهو ما
يؤمل، وهو الشيء الذي يمكن أن يفهم، لأن حربا داخل صنعاء هي حرب مدمرة لكل الأطراف، وحرب مدمرة للمدينة الحضرية والمدينة التاريخية أيضا في صنعاء القديمة. ولكن يظل دور أبناء القبائل المحيطة بصنعاء محوريا، سواء في معركة صنعاء أو في المعارك الأخرى، لأن كما تعرف أخي الكريم محافظة مأرب هي من أوائل المحافظات التي واجهت الحوثيين، وكان المظلومون من هذه الجماعة يذهبون إلى محافظة مأرب كمأوى وملجأ للاجئين الذين هربوا من ديارهم في أرحب وفي حاشن عمران وفي نهم، ويعني من كل قبائل اليمن، ووجدت جبهة موحدة لأبناء القبائل من غير أبناء مأرب الذين استثمروا في مأرب والذين يقاتلون اليوم على حدود أمانة العاصمة في نهم. إذن دور القبائل ليس بخمط الحوثيين في صنعاء، وإنما كان لهم دور محوري حتى في معارك مأرب التي اشتركوا فيها، وهناك ما يقدر بحوالي 200 من الذين ذهبوا في المعارك في مأرب من محافظة عمران وحدها أو أكثر ربما، بما يعني أن مجمل القبائل اليمن اشتركت في معارك مأرب وهي اليوم تشارك أيضا في المعارك في صنعاء. طيب الآن دكتور، يعني بعد سقوط معسكر الفرضة، نعم الآن بعد سقوط معسكر الفرضة ويعني انفتاح البوابة الشرقية إن صح التعبير، هل يمكن القول أن هذه هي الجبهة التي ستعول عليها المقاومة وقوات الجيش الوطني والتحالف إلى دخول صنعاء، أم أن هناك جبهات أخرى يعني ستشكل ضغطا أكبر على صنعاء؟ لا، هو هذه الجبهة الأقرب إلى صنعاء. يعني عندما تتحدث عن جنوب صنعاء، فالحوثيون يمتدون من جنوب صنعاء من صنعاء إلى تعز، وبالتالي لا توجد جبهة حقيقية. هناك مقاومة متقطعة تتخذ شكل الكمائن، لكن ليس لها جسد عسكري واضح يمكن أن يزحف. وإذا تحدثت أيضا عن الجهة الغربية من صنعاء، لا توجد يعني مقاومة بشكل واضح بقطاعات عسكرية وفيالق وجيش ومقاومة في وحدات معروفة، وإنما أيضا مقاومة تستخدم أساليب الكر والفر والمباغتة من غرب صنعاء إلى ساحة البحر الأحمر في الحديدة، وكذلك الشأن بالنسبة للجنوب الغربي في جهات خولان. لكن هذه هي الجهة الأقرب في تصوري للوصول، لكن لا يعني ذلك أن الجبهات الأخرى لن تساعد، هي ربما تساعد بشكل غير مباشر. جبهة الجوف الآن تضغط باتجاه المديرية خب والشعب، وقد دخلت المقاومة إلى معسكر الخنجر قبل يومين، ومعسكر كبير، معسكر تدريبي، وباستيلائها على مديرية خب تقترب من مديرية اليتمة، آخر مديريات محافظة الجوف في الشمال، وهي تحد أولى مديريات محافظة صعدة ومديرية الضفة المحامية للحدود السعودية. هنا سيكون الحوثيون مهددين في معقلهم الذي يصور إعلامية على أوراقهم، مع أن صعدة أولى المحافظات التي قاتلت السعودية، لكن على كل سيكون الخناق قد ضاق على الحوثيين من الناحية الشرقية من جهة الجو، ومن الناحية الغربية أيضا في حجة، لأن المعارك تدور في حجة بعد أن تمكن الجيش الوطني من دخول ميناء ميبي وتطهير أعظم من الشنط الساحلي، والأخبار اليوم أنهم يتجهون جنوبا إلى ميناء اللحية لتطهيره أيضا. لكن بالمجمل محافظة حجة ستكون أيضا عنصرا ضاغطا للحوثيين في صعدة من ناحية الغرب، كما هي الجوف من ناحية الشرق، وهذا سيشتت قوات الحوثيين في محافظة صنعاء، وقد حاولوا الاستعاضة عن هذا العجز الذي لديهم بسحب أو دخول في ترتيبات معينة مع شيوخ القبائل في شبوة وفي بعض المناطق البيضاء، لسحب بعض الوحدات العسكرية من هناك من أجل رفع جبهة صنعاء المقاتلين. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. كذلك هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام ولكل الضيوف الذين كانوا معنا اليوم. في الختام تقبلوا تحياتي أنا في التقديم وجيه السمان، وفي الإعداد محمد القاسم، وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.